Audio Jungle. أسعد الله أوقاتكم بكل خير في نشرة الأخبار الأخيرة في قناتكم معروك نيوز، معي أنا فوزي رونالدي وإليكم العناوين. مباراة كلاسيكو بين الاتحاد السوري وكرامة الحمصي تؤدي إلى صدمة مفجعة. دكتورا في علم المجتمع يحدثنا عن طريقة التعامل مع الزوجات. في نهاية العناوين معنا الفنان الراب MC معروك في أغنيته الذي أهز العالم كله، وإليكم التفاصيل ولكن فاصل وسنواصل، خليكم معنا وعدنا إليكم. وكما قلنا الكلاسيكو السوري ما بين الاتحاد الحلبي وكرامة الحمصي، كانت الاتحاد رابحا على كرامة الحمصي في 2-0، ولكن في آخر 90 دقيقة فجأة الحارس عبد الجليل عبد الصمد عبده سجل هدفين ورا بعضهم على نفسه. ولمزيد من التفاصيل معنا الحارس مباشرة من أرض الملعب. ألو زميلي، حدثنا لماذا فعلت هذه الصدمة؟ صراحة فوزي مرتي جاءتني اتصال قال جمال فوق جولين على حالة اليوم بالليل ما في جول. عفوا استاذ. لك لا لا لك مو مرتي حمصية. ايه شلون ما بدي فور جولين على حالي مرتي حمصية عم نلعب على الكرامة. تمام اذا هيك الله يكون بعونك اخوي، الحمد لله على سلامتك. شكرا لك صديقي، كان معنا عبد الجليل عبد الصمد من ارض الملعب الحمدانية. ونشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل مقابلة مع الدكتور صديق ابو جرش. اهلا وسهلا فيك دكتور ابو جرش، حدثنا اذا اردت عن طريقه التربيه وارشادات لتعليم النساء اطاعه ازواجهم. في الحقيقه يختصر جميع المشوار في كلمه واحده الا وهي الحب. اذا عاملنا نساءنا بالحب فكل شيء على ما يرام. مثلا الهدايا، الكلام الجميل، الغزل، التضحية والكرم، كلها أمور تفيد في استقرار في حياة الزوجية الناجحة. عذرا دكتور لدينا اتصال. ألو ألو مرحبا، أنا المواطن أبو عبد الحلبي. أنا يا أخي تاجر والحمد لله الله أنعم علي والجميل والكريم، وبدلل مدامتي وكل شي بتشتهي بيجي لعنده، بس للأسف هي مأهملة بحقي. لازم تطول بالك عليها وتحبها. لك يا أخي بقلك أنا مأمن لك كل شي من ما أحلاه، وصار له 5 سنين هيك معي. يعني ما بيمشي الحالة معي؟ لك يا دكتور هلا ناكت البيت ومو طابخة، والولد موسخ حاله ومو مبدلته. يعني مرتك شادومة؟ عفوا دكتور عفوا. بلا دكتور بلا بطيخ. اسمع لك عمي، هي اللي عندك مو مرة، هي بقرة ومو حلابة. اضربها قرصها عضها طلقها يا ولد. يا دكتور انت اللي بترشد الناس. بس بحبها يا دكتور مو بايدي. حبك برس وسبعة خرس ان شاء الله. لعما يضربكم ويضرب المقابلة يا ولد، لعما يضربكم. سادة المشاهدين الكرام فاصل وسنواصل. ورجعنا اليكم مرة ثانية. يفتح عين الدكتور يا زلمة. وفي خبرنا الأخير معنا على الهواء مباشرة المغني الراب المشهور MC معروف بأغنيته الذي هز العالم كله. ألو ألو فنان العظيم، أطلعنا على مستجداتك وعلى أغنيتك الجديدة.
مرحبا فيكم يا اعزائي الحضور، انا هون نصر من اكبر نسور، بغني راب عليه السمسم والقطور. يلي بياكلني عفوا، يلي بيسمعني بيقوم بيرسم. صار لي 10 سنين بغني راب، مايك اللي بايدي مصنوع من التراب. مش يعني زي ما قلت أدخل حالي جواته، لأنه التراب حياتي وأنا حياته. يو ام سي معروف. شكرا لك على هذه الأغنية الجميلة الرائعة الخلابة مثل منظرك. كان معنا ام سي معروف يحدثنا من لاس فيغاس. وإلى هنا وقد وصلنا لنهاية المطاف، شكرا لحسن متابعتكم، كان معكم فوزي رونادي من أخبار معروك نيوز، واليوم آخر حلقة من تعبئة الأخبار، انتظرنا بشي جديد بكرة بإذن الله الساعة 9 المساء بتوقيت ألمانيا، وشكرا لحسن متابعتكم، حطونا لايك وسبسكرايب وشاركوا الفيديو لعند رفقاتكم، وشكرا كثير لكم على الدعم، وشكرا على 3000 مشترك، أحلى الشباب وأحلى العالم. تلو بخير وتلاقوا الخير وتصبحوا على خير. سلام عليكم.